can you introduce yourself, please? دكتور جمال أحمد توفيق، أستاذ البطنة والكلى ورئيس وحدة الكلى في مستشفى الجامعة الإسماعيلية وعضو مجلس إدارة الجمعية المصرية لأمراض الكلى. Welcome. Doctor, what do you think about ESNT 2018? والله زي ما أنتم شايفين المؤتمر شامل مواضيع كثيرة جدا، وعدد الأطباء المشاركين أكثر من عدد كبير، يعني حوالي 800-900، وفي منهم من العالم كله، دول العالم كله، من أمريكا ومن اليابان ومن الصين ومن السودان والدول العربية والمصرية، وعدد كبير من الأساتذة. كل ده عشان مناقشة أمراض الكلى وعلاج أمراض الكلى والوقاية منها، والوقاية معرفة طبعا خير من العلاج. والمواضيع كلها اللي اتكلموا فيها بصراحة مواضيع قيمة جدا، ومحاضرات على مستوى عالي، وكان الحضور فائق يعني. And what's the classification and management of CKD MBV? هو CKD معناه المرض المزمن اللي بيصيب الكلى، وده دلوقتي بيقسموه لخمس ستيجز، خمسة حسب معدل استخلاص الكلية للسموم اللي في الدم. لم الطبيعي انه ما من 90 ل 120 ملي في الدقيقة الكلية بتنظفهم. لما يبدأوا يقلوا تحت 90 يبقى دي بداية السي كي دي، ويبدأ المرحلة الأولى، وبعدين المرحلة الثانية ما تنزل ل 60، وبعدين المرحلة الثالثة لما تنزل ل 45، وبعدين المرحلة الرابعة لما تنزل لحد 15. تحت ال 15 احنا بنسميه المرحلة الخامسة، وده اللي بيبدأ عنده الكلية غير قادرة على إنها تقوم بتنقية الدم، وفي الحالة دي بنحتاج حاجة اسمها ريبليسمنت ثيرابي، اللي هو العلاج العلاج البديل للكلية، إما بزراعة الكلية أو إما بالغسيل الدموي أو الغسيل البريتوني أو مسائل زي أسبابه. طبعا أنت عارف أكتر أسباب الفشل الكلوي المزمن أو أمراض الكلى المزمنة هو أمراض السكر في مصر منتشرة جدا، وأمراض الضخ وارتفاع ضغط الدم برضه منتشرة، واستعمال الأدوية السيئة، واللي هي بنعتمدها سيئه لان هي بتضر وظائف الكلى، زي ادويه الروماتيزم وادويه المضاد الحيوي، طبعا ما استعملها بدون نصيحه طبيب يعني. وطبعا كلنا بنحاول مجتمعين ان احنا نفهم الناس بالموضوع ده اول، ويحافظوا على الكلى بتاعتهم، وربنا الشافي ان شاء الله. انت شكرا جدا يا دكتور حبيبي.